في خطوة للقضاء على ظاهرة التحرش، قرر مجلس النواب تغليظ العقوبات على هذه الجريمة. طيب، وصلت العقوبة في حدها الأدنى لثلاث سنين لو تحرش على موقع التواصل، وبغرامة من 200 ل 300 ألف جنيه. بتندرج العقوبة لحد، أو بتتدرج بمعنى أصح، لحد ما توصل ممكن لحد 10 سنين في حالات فيها ظروف مشددة. يعني مثلا لو الجاني كان مدير المجني عليه، أو أنه كان شايل سلاح، يعني تحرش مع تهديد، لكن الخطوة دي كانت سبب في بعض الانقسامات هنتكلم عنها مع ضيوفي داخل الاستوديو، الأستاذة رشا صبري محامية متخصصة في قضايا المرأة. أهلا بك يا فندم، نوراني ومشرفاني. ومع سعادة المستشار محمد طاهر محامي متخصص في قضايا الأحوال الشخصية والجنائية. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. نبدأ بقى مع الأستاذة رشا، طبعا جزء يعني مهم كبير بالنسبة لنا هنا. نوراني أولا. الله يخليك. رأيك إيه في البداية في تغليظ مسألة إن أنا العقوبة نفسها على المتحرش؟ يعني أتفق تماما مع تغليظ العقوبة، لأن ناس كثيرة جدا في المجتمع المصري بتنظر للتحرش لأنه جريمة تافهة وبسيطة. لكن أنا مثلا خلينا نتكلم بشكل شخصي، لازل يعني أنا لازلت متذكرة مواقف قد تبدو صغيرة أو كلمات جارحة أو أي شيء حصل لي في طفولتي لازلت أتذكره حتى الآن. تمام. وقد إيه كان ليه وقع سيء عليا. فأنا بفترض لما أطلع أتكلم عن المرأة إن أنا بقيس الأمر على نفسي أو على بنتي قبل ما أنا أقرر هل العقوبة قاسية أو مش قاسية. فطبعا أنا من وجهة نظري التحرش له تأثير سيء جدا جدا على الست المصرية. أو احنا ما نيجي نتكلم عن التحرش ما نتكلمش عن التحرش على التحرش الطفل، التحرش بالمرأة، التحرش لما حضرتك قلت في تغليظ العقوبة لو هو المدير، مش بس المدير، لو حد بيفترض في الأمانة زي السائق أو الخادم أو حد من الأهل. ما احنا لازم نكون لما نتكلم عن نظر أعم وأشمل. لما تفترض الأمانة في حد والحد ده يسيء للشخص اللي انت أمنته عليه أو الحتة منك أمنته عليك. صحيح. لما بسمع راجل، أنا بس حتة صغيرة، بيدافع عن متحرش، بسأله لو بنتك جت قالت لك أنا حد بصلي بس بطرف عينه، أنت هتكسر الدنيا عشان بنتك. فما ينفعش تطلع علنا، حد يطلع علنا يتبنى أي دفاع عن متحرش أو عن التحرش، لأنه دي جريمة المفروض أنها تكون عقوبتها من زمان مغلظة مش دلوقتي. طيب، رأيك برضو في البداية سعادة المستشار، إيه رأيك في مسألة تغليظ العقوب من البداية؟ هو ساعتها كان في القانون القديم اللي كان معمول به، القانون رقم 58 لسنة 37، تم تعديله ساعتك بالقانون 141 لسنة 2021. تمام. لتغليظ العقوبة. تغليظ العقوبة ساعتك تبدأ حضرتك ساعتك في أول مرة من سنتين لأربع سنوات وغرامة 100,000 جنيه. تمام. في حالة العود يتم تغليظ العقوبة ساعتك لغاية 7 سنوات. وفي حالة العود مرة أخرى، المرة الثالثة حضرتك بيتم تغليظ العقوبة من 5 سنوات فأكثر، وحسب الظروف. إذا كان سعادتك الجاني يحمل سلاح، أو سعادتك مثلا مدرس وتلمسته الخادم والمخدوم، فهذه الحالة بتزداد العقوبة. لكن للأسف الشديد في ناس كتير بتستغل هذا القانون استغلال سيء، بمعنى أدق إن سعادتك إن ممكن أنت تتخانق مع واحدة ست، تقوم داخلة معاك اسم البوليس تقول لك ده مسك منطقة من مناطق العفة. تمام. فهنا سعادتك في إساءة لاستخدام القانون. لكن أنا طبعا سعادتك الست ليها حرمتها، أو الطفل المتحرش برضو ليه حرمته، إن ممنوع سعادتك إن حد يلمسه أو يلمس الست من مناطق العفة بتاعتها. طبعا. لأن شيء طبيعي. ما حدش هيرضى على زوجته أو ابنته أو والدته. لا، ما فيش حد عاقل من البداية. بالظبط. بيقبل حاجة زي كده. بالظبط. لكن هي بتحصل. طبعا. هي بتحصل. أكيد. لكن في إساءة لاستخدام القانون. زي ما انا قلت لحضرتك. طيب. لو اتخانقت مع واحده ست تدخل اسم البوليس تقول ده مسك منطقه من مناطق العفه، او قال لي كلمه خارجه او ما الى ذلك، ما يخنقه. بالظبط. الخناقه خلاص بقى الدنيا بتختلف. بالظبط كده. بالظبط كده. فانا مع تغليظ العقوبه. ليه؟ لان كل ما تغلظ العقوبه كل ما الناس ترتدع. كل ما تغلظ العقوبه كل ما الناس ترتدع. كل ما العقوبه تكون تافهه الناس هتستهتر بهذا الكلام. صحيح. بس للاسف الشديد ان السواد الاعظم من الناس ما يعرفش العقوبة انها تغلظت. بمعنى ادق ان سعادتك ان فاكر ان هو مسك بنت من منطقة ما او من مكان ما، ان دي حاجة عادية ودي حاجة هتعدي والكلام ده كله. لكن هو المفروض سعادتك ان احنا الحلقة ديت عشان نوضح للناس ان العقوبة سعادتك من صحيح. انا هتكلم عن كل التفاصيل في اول درجة، ان شاء الله. من سنتين لاربعة وغرامة 100,000.
تمام. في المرة اللي بعديها ان هو المرة اللي بعديها لو هو نفسه تكرر منه العمل مرة تانية اسمه قانونا في حالة العود ويتم تغليظ العقوبة الغرامة 200,000 جنيه والعقوبة توصل الى ايه والتالتة برضو تزيد وهكذا. اسمح لي اضيف حاجة بعد اذنك. انا لسه هرجع لك. اتفضل بعد اذن حضرتك. حضرتك حصرت التحرش في ان شخص يقوم بملامسة جسد الانثى باي شكل كان او قال طفل لا او طفل او لا التحرش عشان بقى ان احنا نوينا ان احنا نوضح للناس عشان الجهل بالقانون فبيؤدي الى الجهل بالعقوبه نشرح لهم ايه هو التحرش. التحرش مش بيقتصر على لمس جسد الانثى. تحرش قد يكون لفظي قد يكون باشاره او بلفظ بذيء الكتروني قد يكون الكتروني قد يكون عن طريق التليفون قد يكون عن طريق وسائل السوشيال ميديا وكل طريقه من طرق التحرش لها عقوبتها وكل طريقه لها وسائل اثباتها ولا يصح ان تلجا المراه الى اتهام الرجل بالتحرش ما لم تستطع اثبات التهمه لانه سيعود عليها بالمقاداه انها اتهمته. طب ما تيجي نفهم الموضوع بالراحه يا استاذ رشا اشرحه لك بقى بالراحه. انا دلوقتي في سيدة فاضلة جت قالت لي ان سين من الناس تحرش بي سواء كان لفظيا او كان عمليا بيده. تمام. المفروض المرأة تقدم ايه بقى عشان تثبت ده؟ تمام. هقول لحضرتك. فضل. لو انا في الشارع اتعرضت في المواصلات العامة للتحرش مثلا عشان خلينا انا احب لما اتكلم اكلم الناس باللغة بتاعتهم بالمواقف اللي هم بيمروا بيها. اغلب الستات بتعرض للتحرش في المواصلات العامة تعملي ايه؟ توقفي في نفس اللحظة وتثبتي الموقف في نفس اللحظة وياخدوه تجيبي ناس محترمة مش كل الناس شهود معاكي وتنزلي على الاسم تاخدي الشخص ده تثبتي الواقعة. انما لو انا رحت لوحدي اتخانقت مع فلان سين من الناس وقلت سين من الناس تحرش بيا المحضر وهيخلص مش فين الاثبات فين الدليل فين اي حاجه لما انا اروح يعني حتى كان قريب في مسلسل شغال فحد راح قال طلع على السوشيال ميديا وشهر بحد وقال ده ليه فكره المسلسل كانت فقلت لنفسي يا جماعه الستات لو انتوا بتقول لهم على الافكار انتوا كده بتضلوهم يعني المفروض ان انا لما اقول لست راجل تتهميه بالتحرش لازم يكون معاكي دليل ودليل قاطع لو انت في بيئه العمل والمدير بتاعك بيتحرش بيكي ايه الاثبات لازم تستني لما تجمعي دليل لازم تستني تستقصي الحقائق وتشوفي هو بيتحرش بحد غيرك ولا لا. طب ما كده ممكن حقها يضيع يا استاذ رشا. مش حقها يضيع ولا حاجه. ما هو انت بتقولي استنى اما افترضنا ان انا لو هو غفر وهو مديري من حقي ان انا انه يطلبني كلو واحده ست انا مثلا مدير اهو طلبت واحده ست انها تجي لي في شغل واتحرشت بيها وانا قافل عليها في المكتب ممكن يكون في تصوير كاميرات. انا بقول مثلا احيانا الحاجات دي ممكن برضو تضيع حقها. انا هقول لحضرتك على حاجه خلينا نكون واقعيين. اثبات وقعه التحرش سبب اساسي عشان نقول وقعه جريمه التحرش عشان بس ما نقعدش نلف لو انا في حته مغلقه لو انت شايفه ان هو انسان لا يؤتمن ما تشتغليش عنده اصلا. لو سمعت الناس بتبان سمعتها بيبان تعاملاتها في الاول والله من اول الانترفيو بيبان الشخص ده محترم ولا مش طبعا محترم. انا معاكي صح حقيقه خلينا متفقين يعني لو في اي اشاره من الشخص اللي قدامك ان هو هيسيء استغلال سلطته ما تتعامليش معاه اصلا. تمام. فما تجيش احط نفسي في موقع انا دايما اقول ايه تجنبوا الشبهات. الشبهات دي اللي هي دايما الجمله اللي دايما اكررها كتير اللي هي الحاجات الغلط الظاهر ولا هي الحاجات الصح اللي هي ما حاجه ممكن تحطني في شبهه ليه احط نفسي فيها. طيب ايه تاني يا فندم؟ الحاجه الثانيه وانا في المواصلات العامه كذا لو انا في العمل كذا ماشي في لو انا لو احنا في تحرش ثاني بيحصل مثلا خليه في الالكتروني ايه رايك؟ الالكتروني اوكي ده اجمل حاجه التحرش الالكتروني ده اسهل حاجه تقدر تثبتها وتخلص مزبوط. فيها ده دي جميله جدا ونفرق بينها وبين التحرش عن طريق الواتساب لان ده له مباحث لوحده وده له مباحث لوحده ده مباحث تليفونات الاتصالات وده مباحث انترنت عشان اللي هو مثلا مواقع التواصل دي حاجه ده تحرش عليها حاجه بتروح فيها لمباحث الاتصالات. تمام اوكي والتاني اللي هو الالكتروني مباحث انترنت وده سهل واثباته سهل لانك مجرد السكرينات مجرد الاكونت ده انا بالنسبه لي انا بحب الموضوع ده جدا انه اسهل حاجه تقول ان فلان بعت لك رسائل او شهر بيك او بعت لي صوره مش لطيفه او بعت لي جمله مش لطيفه ده بيبقى جداً. سهل اثباته طب سهل اثباته جدا. تمام. فانا ان انا اتحرش بحد على السوشيال ميديا وهو ده لان الجرائم اختلفت بوجود السوشيال ميديا طبعاً. واصبحت تاخد الفيلد بقى مختلف بقى فيه قضايا من نوعيات مختلفة يبقى اخد دي واتوجه للمحامي مباشرة لما يعني يكون عندي يعني. مدرس في البيت مع بنتي لا يصح ان انا قاعد بنتي مع مدرس والاوضة دي مفيهاش كاميرا ما بقاش انا الكاميرا أو أنا رخيصة مش فين. اولا الكاميرا رخيصة جدا دلوقتي تمام بقت في متناول الجميع تقدر تحطها على تليفونك حطها في اوضة الليفينج لا معلش بس انا بقى اختلف معاك في دي انا لازم ابقى موجود معلش انا اسف او تقمق هقول لحضرتك على حاجه ما تودينيش في حته ثانيه يا استاذ رشا اللي هو اسيب ابني مع بنت طب هقول لك ناس كتيره جدا انا بتكلم في حاجه لو نفترض ان حتى الاب مش موجود وانا ست
وفتحت بيتي مثلا او العكس، الراجل مواعيد شغله مش متاحه انه على طول موجود. فانا بنتي او ابني هو احنا بنتكلم على التحرش لما نقول طفل، لا نفرق بين ولد وبنت. لا طبعا انا معاكي في دي صح. في بقى نقطه تانية حضرتك احنا انا بقى محتاجه اتكلم على انها مشكله انا لاحظتها في الشارع المصري. الاطفال 13 سنه و12 سنه بقوا متحرشين سواء لفظيا. احنا ابتدينا بلاش دي دلوقتي. طب ليه هقول لك عليها؟ طب انا ليه طب ممكن تسمح لي دي. طب ممكن طيب تسمح لي انها في نفس الموضوع بتاعنا. عارف ليه؟ لما الطفل يتربى في بيته وابنه بيسمع ان في تغليظ لعقوبه التحرش، وان انا قاعد ابني اعلمه وافهمه ان اللي يلمس جسم بنت، انا زي ما بعلم ابني على فكره، او يقول لبنت كلمه وحشه، او يبعت لبنت صوره مش كويسه، او يتعامل مع ولد صغير بشكل مش لطيف، او يتعامل مع ولد بصوره مش كويسه. يعني انا لما اربي ابني على ده واقول له ان في تغليظ، في عقوبه قوية جدا، في سجن وفي كذا، وفي حرمان من انك تدخل وظيفة معينة، وفي حرمان لما ابني يتربى بالثقافة دي اصلا. عشان كده انا شايفة ان الجهل بالقانون سبب كبير لاغلب مشاكلنا. طيب ارجع لك سعادة المستشار، هل القانون في حد ذاته هو اللي هيعالج يا فندم التحرش؟ لا طبعا، هو القانون طبعا وضع اساس وضع القوانين لتنظيم التعامل بين الناس. طبعا. لكن كل ما في الامر في حته، انا اسف في اللفظ اذا سمحت لي ان ارجع لها، على وسائل ثبوت التحرش اللي الاستاذه اتكلمت عليه. تمام. فعندك سعادتك عده طرق. طبعا لو في صوره، لو تمام. في ما فيش صوره يبقى في كاميرات، ما فيش كاميرات يبقى في شهود، ما فيش لا ده ولا ده ولا ده، النيابه بتصدر قرار بتحريات المباحث عشان المباحث تنزل تسال الشهود. ده سعادتك دي وسائل اثبات الواقع، اثبات الواقع. لكن عدا ذلك سعادتك بتبقى المحضر سعادتك بينقلب على المبلغه عشان برضو انبه الناس بنقلب عليها. والله دي نقطه مهمه جدا سعاده المستشار. يعني عفوا، يعني لو ولد صغير حد يتحرش بيه او امراه حد يتحرش بيها، لو ما فيش دليل قاطع ما تروحش. بالظبط، ما تروحش، لان هتتهم هي بعد كده بالايه، بالبلاغ الكاذب. صحيح. فكل ما في الامر سعادتك، انا قلت لك في بدايه الحلقه حضرتك سعادتك ان ايه، ان في سوء استخدام للقانون. تمام. فكل ما في الامر الاستاذه طبعا شرحت باستفاضه عن المدرس والتلميذ، عن الخادم ومخدومه، عن المدير وموظفته. صحيح. كل ما في الامر لازم عن الناس اللي في الشارع المره اللي هم بالظبط لازم سعادتك طريقه قويه لاثبات الواقع. عدا ذلك ما تتقدمش ببلاغ. تمام. طيب لو القانون في حد ذاته زي ما بتقول حضرتك مش هو اللي رادع بس، ايوه صح كده، اذا هو بيحتاج اشياء اجتماعيه اخرى موجوده طبعا، سواء كانت اسريه او جامع او كنيسه وتبر، يعني حسب السلوك ده ما انت بتتلقاه من كذا اتجاه. ايوه، هو كل ما تعمل برضه زي ما انت في مجتمع منفتح يا فندم. ما انا هقول لحضرتك سعادتك الموضوع سهل جدا وبسيط جدا، كل ما هتبعد عن الدين هتتوه في الدنيا. اكيد. بمعنى ادق اكيد، ان سعادتك ان في تعامل بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فسعادتك انا عارف سعادتك انا كراجل مسلم ان انا لو لمست ست ده حرام، فاكيد مش هعملها. ولو راجل مسيحي لو لمست ست ده حاجه حرام. بالظبط، اكيد في الدين المسيحي انا ما اعرفش، يعني انا ما اعرفش تفاصيله، بس اكيد برضو في نفس الحاجه. فكل ما في الامر سعادتك انا، ومن يتقي الله بيجعل له مخرجا. سلوكي انا ايه حضرتك؟ سلوكي انا ايه كشخص؟ وكذلك زي ما الاستاذه قالت برضو تحفظ ابنك وبنتك وبتاع. يعني انا لو عندي بنت بس للاسف ما عنديش، هوعيها، اوعى حد يلمسك، اوعى حد يحط ايده عليكي، اوعى دي التوعيه بتاعت الاسره. وتعلم ابنك كمان اوعى يلمس بنت، او اوعى. انا لسه هخش في الولد. انا لسه هخش في الولد. وكذلك برضو ساعتك بتنصح ابنك البنت اللي معاك في المدرسه دي او معاك في الكليه دي زي اختك، واللي 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 نهزر لكن نمد ايدينا لا، نهزر باللسان بس طبعا دون خروج عن النص، لكن نمد ايدينا لا. الكلام ده انا بقوله لاولادي. زميلتك في المدرسه او في الكليه دي ساعتك بمثابه اختك او طبعا. والدتك هزر باللسان لكن تمد ايدك لا. طيب هرجع لك تاني يا استاذ رشا، انا بتكلم في نقطه مجتمعيه للاسف بنعيشها. احيانا الامور توصل الى ما بعد التحرش، وهنا هتكلم في المراه مش حاجه تانية. فيجي الاب او الاسره او حد يتدخل ويقول لك ايه، الستر عفه احسن، ما تقعدوش تشتكوا، لان نجيبهم ونكتب كتابهم على بعض احسن وما الى ذلك. رايك ايه في هذا السلوك؟ رايي ان هو ما يسمى باغتصاب مسبقا. اوكي. لا انا رايي ان ده للاسف تصرف خاطئ، وده اهانه للمراه. لان المراه ربنا كرمها، والمراه يعني المفروض لما تكون انا ضحيه دايما، يعني لما تيجي ست تكلمني او بنت تاخد رايي في حاجه اقول لها لما تبقي انت الضحيه اتعاملي انت الجانب الافضل، انت صاحب الحق،
ما تقعديش في جنبه وتحسسي نفسك ان انت مذنبه، انت مش مذنبه، الغلطان هو اللي مذنب. يعني انا بقول لها لو حد ابتزك بحاجه بيبتز افضحيه لان هو اللي غلطان. ما ده في التحرش يا استاذه رشا. احنا لما نيجي نتكلم بقى عن التحرش هقول لحضرتك على حاجه. لا لا احنا اللي بيحصل في التحرش ان الاهالي بتضيع حق اولادها، لان البنت دايما منظور لها لانها عوره، على انها فضيحه، على ان انا بالعكس انا بنتي لما حد يتعدى عليها، انا بنتي لو حد تعدى عليها انا هاخد حق منه تالت، وانت مش سيب حقي لا منه ولا من اهله. بس انا بقى انا من انصار ان الدول اللي قامت فعلا ليها قومه كان بسبب القانون، ومش القانون بس، غرامات مبالغ فيها. انا بتكلم أنا, في انا انا مع ان احنا نغلظ الغرامات اكتر من السجن. ممكن تديني اجابه على السؤال ده؟ رجل اغتصب امراه، الناس احيانا بيقعدوا يقولوا بقول لكم ايه، احنا هنفضح بعض، الواد هيتجوز البنت. عايز ردك في ده. لازم يبقى في انه القانون يمنع زواج المغتصبه من هذا الرجل، وتعامل المغتصبه على انها امراه اهانت، يعني حصل لها اهانه وتعرضت لاذلال بدون رغبتها وبدون ارادتها. عارف يعني ياخد الصبي، يعني حد اخد حاجه من حد دون ارادته، ازاي لما حد ياخد منك حاجه دون ارادتك انت تتحاسب عليها؟ ده اخد منها اعز ما تملك، وفينا اخد كمان يتجوزها، ده منتهى الاذلال والاهانه. دايما شايفاه ان هو اللي خلى سمعتها وسمعت عيلتها في الارض. عقوبه تانية ليها كمان في الدنيا انها تتجوز نفس الرجل اللي هو انتهكها واخد كل حقها في الدنيا. انا شايفه ان ده منتهى الظلم للمراه للاسف يعني. طيب تسمح لي علق؟ ما انا جاي لك والله، انا لسه بلف بس اجي لحضرتك. اتفضل يا فندم. انا سعادتك وجهه نظري حضرتك، سعادتك في الجزئيه اللي حضرتك وقعت الاغتصاب اللي حضرتك اتكلمت عليها دي، سعادتك عقوبتها الاعدام، الاغتصاب عقوبته الاعدام. تمام. طب في حاله ان انا اتجوزت المجني عليها براءه، شوف المسافه عامله ازاي. ما هو المسافه ما كبيره. دي حقيقه فن. ما انا جايلك في الكلام. طب دلوقتي سعادتك انا عندي بنت سعادتك وتم اغتصابها، طب نعمل ايه بقى في المشكله دي؟ اتفضل. هجري ورا قضايا واخد اعدام للشخص اللي هو سعادتك اللي هو طب الجيب فعل ده ولا ألم الدنيا واجوزها وخلصت الحدوته؟ بس على فكره انا حضرت كذا وقع من هذه الوقائع بتنتهي اي نعم بيتجوزها، مش بيتجوزها حبا فيها، بيتجوزها عشان يخرج من القضيه بالظبط، وبعد كده بيتم طلاقها. دي حقيقه. وهي عايزه كده، عايزه ايه؟ ان هي كانت بس بنت، مش هي الامانه اصبحت ما بقتش بنت. خليني بس اقول لك، ما انا اقول لسيادتك مش هي اهلها اللي بيبقوا عايزين كده. أيوة ماشي، عشان يبقى في صوره ان انا بنتي. لا معايا، لا معايا ورقه تثبت اللي هي قسمه الطلاق، تثبت ان بنتي مطلقه. ايوه. وليست بنتي مش بنت بكر. تمام انا معاك، ادي كل القصه. فكل ما في الامر فيه مسافه كبيره قوي ما بين الاغتصاب والتصالح في الاغتصاب. رايك برضو في دي نحلها ازاي؟ ما ده اللي انا بساله لحضراتكم. والله سعادتك هي بترجع سعادتك للمجتمع اللي عايش فيه المتهم والمجني عليه. يعني لو متهم، لو مجتمع ريفي طبعا شيء طبيعي الارياف الخبط بينتشر فيها كالهشيم، يبقى حله الجواز. لكن لو مجتمع مدني يبقى تستمر في القضيه. طيب لا انا شايفه، معلش ممكن تسمح لي اقول لك حاجه؟ اوكي. لو احنا كافئنا اتعاملنا في كل الجرائم اللي بتحصل ان الاب يروح يتنازل عن حق بنته والاب يجوز بنته للمغتصب، فاحنا كده احنا لازمته ايه القانون بقى؟ احنا نعمل قانون عشان نتحايل عليه، يبقى كده الفكره كلها قايمه. التصالح برضه قانون يا استاذ. ما هي كده الدنيا يا فندم، انا مع حضرتك، احنا دلوقتي بنواجه مشكله. أيوه. وبنواجه مشكله لازم لها حل. مفيش حلول الا اذا كانت حلول قاسيه، زي ما كنا بنتكلم ان احنا صحيح بتبقى في حاجات ايجابيه لازم تبقى حلول قاسيه. أيوه. ما ينفعش ابنك يتربى على ان هو هيغلط وانا هطلعه من الموضوع. طبعا. هيتجوز اللي هو اغتصبها وخلاص، وهيغتصب واحده ثانيه. هيغتصب واحده ثانيه. ما هو اللي عمل جريمه وطلع منها هيعمل 10. اللي هيعمل جريمه مش هيبطل. انا بقول لك هيعمل 10. انا معاك. انت كده رميت حيوان، سبته طلقته، حيوان مفترس طلقته على الناس في الشارع. انا شايفه ان ده ثقافه المجتمع لازم تتغير. والقانون لازم يكون رادع دايما. مين هيحكم ثقافه المجتمع برضو؟ اديني حل عملي. حل التعليم. لا والتوعيه. ثواني حاجه بس. اتفضل. كنت بكلم حضرتك يمكن قبل الحلقه. فضل. بقول لك احنا محتاجين نوعي الناس دايما بالقانون، حتى لو تايتلز كل شويه حد ينزل عقوبه كذا كذا. فكروا الناس. فكروا الناس دايما بالقانون، فكروا الناس دايما ان المخالفه الفلانيه عقوبتها الحاجه الفلانيه. الاعلام له دور كبير جدا، الجامع له دور كبير جدا، البيت له دور كبير جدا، المدرسه. لكن دول لوحدهم من غير قانون رادع وغرامات بقى بالذات الشعب المصري اللي وجعوا الفلوس. يعني هزعل منك من الجمله دي. لا والله هقول لك ليه. لا طب اقولها لك. استنى انا ما توجعنيش فلوس. استنى بس اقول لك حاجه. هضحك عليك. لانك مش بتعمل حاجه غلط. لا يعني انا قصدي ايه؟ مش حاجه غلط. انا راجل ملياردير يا ست، مش هيوجعني الفلوس، هروح اغتصب 100 واحده. هتقولي لي طب اقول لك حاجه. طب خلاص خلينا نخرج من اللي بيوجعني القانون. طب استنى، الاغتصاب غير التحرش.
لا لا تماماً. انا فاهم والله اطلاقا يعني انا احنا مش هينفع نساوي الجريمه دي بدي خالص. انا بسالك التساؤلات اللي جات لي بس دي عقوبتها مختلفه تماما والتحرش عقوبته مختلفه تماما. انا بالعكس انا محتاجه المجتمع يربي الطفل الصغير من وهو صغير. البنت تتربى زي ما الاستاذ مشار قال انك ما تسمحيش لحد بكذا طبعاً. لو ده حصل لازم تتكلمي انتي مش انت مش عار انت بنت وانت انت ليكي حق وانت بصي بقى دي اللي انا كنت عايز اسمعها منك من انت مش عار. ان البنت اللي اي حد يحاول مش يحاول يلمسها تتكلم فورا ما تخافش والولد يتربى والولد أيوة. يتربى انه ما يلمس بنت ولا يوجه لها لفظ. ما هو مش كفايه برضو يا فندم حضرتك تربيه انه ما يلمسهاش كمان مهم تفهمه ان اللفظ المسيء اللي بياخدش حياتها أيوة. باي شكل من اشكال تحرش أيوة. طب اخد منك اخر دقيقه ايوه فندم ننصحهم بايه شبابنا وعلى فكرة شبابنا ده أنا بقصد الصغير والكبير والوسط وكل حاجة. بص يا سعادة الرئيس كل ما في الأمر حضرتك من يتقي الله يجعل له مخرجا طبعا ونعم الكلام ده سعادتك ما فيهوش جدال طبعا ده 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 شرع ودي أوامر ربنا سبحانه وتعالى. كل ما هتعمل توعية دينية سواء للولد أو البنت سعادتك هو بيبعد أوتوماتيك عن الجريمة. لكن كل الناس بترتكب جرائم ليه؟ يعني أنت مثلا أنت قاعد دلوقتي سرقت القلم بتاع حضرتك ده طب ما أنا عارف إن ربنا شايفني لكن لو أنا عندي قناعة دينية إن السرقة دي حرام عمري ما هعمل كده. فكل ما في الأمر مطلوب التوعية الدينية زي ما الأستاذة قالت في الجوامع وفي المدارس والكلام ده كله وبرضه الإعلام ليه دور زي طبعاً. ما الأستاذة قالت بمعنى لازم نعمل برامج توعية سواء بالقانون سواء سعادتك بالإيه آخر حاجة سواء بالقانون أو بالناحية الدينية. طب أنا وقتي بس انتهى فأرجوك سريعا اتفضلي اتفضلي. من أمن العقاب أساء الأدب بس هو دي الجملة اللي احنا نقولها على أي جريمة تتعدى على أجساد وحرية وحقوق الآخرين من أمن العقاب أساء الأدب. طيب بشكركم شكرا جزيلا.